طيب احنا كل فتره كده بنعرض لحضراتكم بعض اللقاءات اللي بتكون محترمه جدا ما بين كابتن محمود الخطيب وبعض النماذج اللي لها وضع في العالم الرياضي. امبارح برضو كان في لقاء من هذه اللقاءات، كان استقبل كابتن محمود الخطيب عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري طبعا الشقيق، واهداه قميص محمد الشناوي كان ممضي عليه طبعا تلبيه لرغبه ابنه هنا، وحاجه اعتقد لطيفه قوي ان انت يبقى عندك من نادي يعني اخر في بلد تانية خالص الشخص بيحبك لهذه الدرجة أو بيحب بطل من عندك لهذه الدرجة أو لاعب يعني عندك لهذه الدرجة، لما أخبره طبعا السرار بمدى إعجاب ابنه بحارس الأهلي طبعا الشناوي، وأهداه كمان درع وعلم وقميص النادي الأهلي تعبيرا طبعا زي ما بيتقال كده عن التقدير المتبادل والاحترام المتبادل بين الناديين، وبيعكس أكيد برضو لو اتكلمنا على علاقات طيبة اللي بتجمع الأهلي برضو بكافة الأندية العربية والجزائرية، يعني على وجه الخصوص احنا ما شفناش أو مش دي اللقطة الأولى فقط، لا كان في لقطات زي دي ولسه هيكون في لقطات زي دي كتيره جدا، فحاجه كانت لطيفه امبارح. وخلي بالك برضو بتعكس قد ايه الرياضه مفروض ان هي الدور الاساسي بتاعها كريم تقرب الشعوب طبعًا. مش بعض طبعًا. النماذج اللي احنا بنشوفها بصراحه حاجه يعني برضو لسه موجوده. خلينا المفروض نبقى الاجواء التنافسيه تكون داخل ارضيه الملعب بس فقط لا غير، ولمده ال 90 دقيقه اللي هي مده اللقاء فقط لا غير، لان احنا من زمان ما هياش حاجه جديده علاقات طيبه جدا بتجمعنا بكل دول العالم على فكره، ولا سيما يعني الدول الافريقيه ولا سيما شمال افريقيا بصفه خاصه. اي نعم ماتشاتنا معاهم بيكون فيها تحجير متبادل، ولكن طول عمر المصريين والجزائريين حبايب، طول عمر المصريين والتوانسه حبايب، طول عمر المصريين والمغاربه حبايب، وربنا يديم المحبه بينا جميعا يا رب.